تكلمت في الجزء الماضي عن النشاطات التي تحويها المدينة، وهذا موضوع سأعود إليه في أكثر من مرة في المساق. أما في هذا الجزء فسيكون نهاية المقدمة الطويلة للمساق التي قدمتها خلال الأجزاء السابقة، وسأطلب منكم مشاهدة محاضرة للمفكر الأمريكي بنجامين باربر، وهذه المحاضرة هي جزء من سلسلة محاضرات تيد المشهورة. ويتكلم باربر فيها عن التحديات والصعوبات التي تواجه مدننا اليوم، ويتكلم أيضا عن المهارات والقدرات التي يجب أن يتصف بها رؤساء البلديات. ويرى باربر أن رؤساء البلديات يمكنهم أن يتعاملوا مع التحديات والتعقيدات التي تواجه مدننا، سواء كانت تحديات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، وحتى يرى أنهم أكثر القادة قدرة على التعامل مع هذه التحديات والصعوبات بالنسبة للقادة السياسيين الآخرين. وقد تجدون أن باربر متفائلا بعض الشيء في ثقته بقدرة هؤلاء رؤساء البلديات، وطبعا إنه يتكلم عن رؤساء بلديات يتمتعون بدرجة عالية من الاستقلالية. وإنني أعتقد أن هذه المحاضرة ستحفزكم على التفكير بالتعقيدات والتحديات التي تواجه المدن اليوم، وأيضا بالقدرات والمهارات التي يحتاجها رؤساء البلديات لقيادة مدنهم.